والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم حديث قبيل الإفطار، والذي إن شاء الله تعالى سنتعلم فيه دعاء آخر من الأدعية النبوية المباركة. يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: قال الشيطان: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. وقال الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. تأملوا معي أيها الأفاضل الشطر الأخير من هذا الحديث، والذي يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى بالقسم: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. إذن ما علينا إلا أن نطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. هذا أمر سهل يسير معشر الأحبة الكرام. إذن الله جل وعلا أقسم على نفسه جل في علاه أن يغفر ذنوبنا ما طلبنا منه ذلك. إذن نحن نسارع أيها الأحبة الكرام إلى طلب المغفرة من الله جل وعلا، ولن نجد في باب الدعاء أفضل من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يدعو بهذا الدعاء الرائع الجميل الذي يملأ القلب ذلا وافتقارا وإحساسا بالضعف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء كان يقول فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نحن معشر الأحبة الكرام في موسم عظيم من مواسم المغفرة. المغبون الخاسر هو من يضيع مغفرة الله في هذا الزمان المبارك الشريف، والذي وردت فيه أحاديث كثيرة تبين أن شهر رمضان هو شهر الغفران والعتق من النيران وتجاوز الله عن الذنوب العظام. ونكتفي بذكر بعضها لبيان أن رمضان هو شهر الغفران، فإياك ثم إياك أن تذهل عن طلب المغفرة في شهر الغفران. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ما رواه عنه البخاري وغيره: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لهذا قلنا المغبون الخاسر هو الذي يضيع هذا الزمان الشريف المبارك ولا يغفر له ذنبه. وقد حذرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذا المآل السيء في حديث صيق في سياق التحذير، ليحذر عباده من ليحذر المسلمين من تضييع مغفرة الله في شهر رمضان. يقول عليه الصلاة والسلام: راغم أنف رجل أدركه رمضان ولم يغفر له. إذن الخائب المغبون الخاسر هو الذي يضيع رمضان ولا يفوز فيه بمغفرة الله سبحانه وتعالى. معشر الكرام، وأنتم تسارعون إلى طلب الغفران من الله سبحانه وتعالى في شهر مغفرة الذنوب، لا يغيبن عن أذهانكم هذا النداء الرباني العلوي الذي يطرب الأسماء
ويسعد القلوب ويبهج الأرواح، نداء المودة من الودود الذي سيبقى ما بقيت السماوات والأرض. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ليغفر ذنوبنا اشتق من اسم من المغفرة ثلاثة أسماء له جل وعلا: الغافر والغفار والغفور جل جلاله. وفي ذلك دليل باهر وظاهر على ساعة مغفرة الله عز وجل وتجاوزه سبحانه وتعالى عن الذنوب العظام. أنتم الآن في ليال مباركة، وأنتم تقومون الليل وتصومون اليوم وتذكرون الله عز وجل وتقرؤون القرآن، أنتم قاب قوسين أو أدنى، فسلوا الله المغفرة، وإياكم أن تغفلوا عن هذا الدعاء. قولوا بلسان القلب ثم بهاته العضلة، قولوا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.